تاني لمسألة القلق، يعني احنا كنا بنتكلم على فصي المخ وعلى انه الأولياء الأمور هم اللي بيقلقوا الولاد أكتر. طيب في حالة القلق قلت انه ده لو قلق التاني، طيب نعمل ايه؟ يعني ايه اللي ممكن نعمله عشان نطمن؟ دلوقتي احنا بقى ايه في مرحلة عصيبة، يعني يمكن الفترة اللي فاتت فيها جذب وشد وخناقات في البيوت، لا اقعد ذاكر، لا انا مش خلاص زهقت مش عايزة ذاكر، ما تتفرجش على التلفزيون، لا انا عايزة اتابع الأحداث وهكذا. دلوقتي احنا خلاص دخلنا في الامتحانات ولابد من ان احنا نهدى ونتحمل بعض داخل البيوت، نعمل ده ازاي؟ طيب حضرتك اكيد واخده بالك الايام ديت ان الموضوع قلق الثانويه عامه في البلد يعني يعتبر مش موجود او مختفي. بالظبط، انت عندك قلق اكبر الاسبوع المقبل. بالظبط كده. تمام. فلما احنا شغلناه بالسياسه، السياسه ديت مش هندخل فيها عاطفه، هندخل فيها سياسيا، فهي اراء وفكر، فمعنى كده ان الفص الشمال هو اللي شغال مع معظم الناس اللي هم بيكتبوا اليمين، او الشمال العكس لو انا تمام. طيب في الحاله ديت انا قلقي ما بقاش موجود. ليه؟ لان الفص اليمين ما بقاش موجود، فبالتالي بس هو موجود لكن مركز في حته ثانيه، مركز لو عاطفيا مع السياسه هيبقى طالع. فبالتالي هو دلوقتي احنا شغالين كل ادراكنا مع جزء اللي هو ايه السياسه. نعم. فبالتالي الثانويه عامه ما بقاش فيها قلق مع انها هي بس لو اتشغلنا بحاجه ثانيه هنقدر ان احنا نقلل من القلق نفسه بتاع الثانويه عامه. ده نفس الموضوع برضو، لو انا مثلا نفترض بذاكر وحتى لو ما فيش اي حاجه سياسيا في البلد او ايا كان ايه اللي بيحصل، انا محتاج ان انا اشغل تركيزي في حاجه ثانيه، فبالتالي ما اقلقش، وبالتالي الفصل اليمين لما هيطلع هيخليني ما افتكرش حاجه وبقى قلقان، ولو انا قلقت هقلق البيت اكتر ما هو قلقان. أيوة. تمام. الادراك في الموضوع دوت بيلعب دور مهم جدا. يعني حضرتك السنه اللي فاتت لما كان الاستاذ مصطفى بيتكلم فعلا ان القلق السنه اللي فاتت هتحسيه السنه دي بقى اقل شويه. كان المره اللي فاتت الموضوع مختلف. ليه؟ من السنه اللي فاتت للسنه دي الشعب اتعلم. اتعلم بالذات في منهج السياسه، اتعلم اكتر شويه. حضرتك لو اكيد واخد بالك دلوقتي ان احنا عندنا كل الناس بتتكلم في السياسه يعني بشكل قوي جدا، دستوريا وقوانين وكل حاجه. كل الناس عارفه يعني، هي دي النقطه. فاحنا النقطه ديت اللي احنا بنتكلم فيها، فبالتالي لما الادراك اتغير بقى يستقبل المعلومه بشكل مختلف. أيوة. فبالتالي بدا يشترك في رايه بشكل مختلف، فاهتم بالسياسه. وما كانش مهتم السنه فاتت، لا كان مهتم بس على قد ادراكه. النهارده هو بقى ادراكه اختلف، فبالتالي اهتم بشكل افضل، فركز اكتر، فبالتالي القلق ما بقاش موجود. ما هو ده على مستوى اولياء الامور وعلى مستوى الطلبه الاثنين. طب بس كده مستوى الطلبه الاولياء الامور هتقطع في نفسها، لانه مش مهم دلوقتي ذاكر عشان تنجح وبعدين ابقى العب سياسه زي ما انت عايز بعد كده. ده صح، لو كان اولياء الامور معاهم فعلا، لكن هتلاقي اولياء الامور معظمهم هتلاقيهم مركز برضه مع السياسه. أيوه. فهتلاقيهم بيجتمعوا. طب اوكي، ما نيجي نفس الوقت نخلي وقت بتاع المذاكره اوكي. عشان بالليل نشوف الموضوع ده. ما نقولش ده ولا ده، لان ده ولا ده دايما هتبقى فيها مشكله. لو انا طفل صغير حتى عندي وجيت خدت منه الحاجه وما اديتلوش، مش هينفع، لازم اديله دي اخد منه دي، خلاص يبقى اديله حاجه ثانيه. فبالتالي هو ما يحسش انه فقد حاجه. نعم. فبالتالي احنا هنخصص وقت معين هو اللي يخصصه براحته هو عشان يبقى مرتاح فيه، وفي نفس الوقت لو اي حاجه جات له في مخه مثلا عاطفيا قلق او توتر او اي حاجه، لا مفيش مشاكل، انا بعرف واللي بعمله اكيد هاخده. أيوه. مش هيقل ولا هيزيد، لان انا اللي بعمله اكيد هاخده. نعم. فبالتالي عشان كده دايما انا طول عمري حته ان الامتحان صعب وسهل، انا ما بقاش شايفها امتحان صعب وسهل، لا انا في حاجه اسمها عارف ومش عارف. فانت لو عارف اوكي، الا اذا لو جه الامتحان من بره المنهج، دي حاجه مختلفه. لكن لو من بره المنهج للقياس مصطفى اكد ان هو من كتب الوزاره دلوقتي، يعني بالزبط. هيبان النهارده بعد الظهر هم الولاد يرجعوا هيبان لو كل حاجه هتبان يبقى الامتحان كويس. انا هرجع للتحرير في الامتحانات بس مع استاذ